بالنسبة للدعوة، أنا رفضتها على دابا تقريبا شي بعد التنازل شي 4 شهور دابا، باش شنو سميتو باش حيدت هذيك الدعوة، ما بقاش داخلة معاهم. وبالنسبة للحكم اللي قالوا اليوم، يعني أنا قالوا يعني كانوا زوج مثلا، هذا الشيء اللي فهمت من عند المحامي، كانوا زوج متبع القضية، واحد دار التنازل وواحد من يعرفوا شنو كان كرفضوا الطلب. هذا الشيء اللي فهمت من ماشي الطرف دابا كيتسناو ديك الورقه تخرج، هذيك الخبره ولا ما نعرف شنو، ما انا هادشي اللي عارفه. يعني طالب انك انتي لا، ماشي لانني انا، يعني هما وضحوا للناس باللي راه بحال كانوا جوج الناس دايرين رافعين دعوه، وحده تنازلت وبقى واحد. علاش رفضت انتي؟ ما رفضت حتى طلب، درت تنازل، يعني انا ما باغا نتابع الوالد ديالي في حتى شي حاجه. لا ما يمكنش، يعني الا كانوا جوج الناس كل واحد عنده سميت، وواحد دار التنازل وكان واحد بقى متابع القضيه ومن وراها عاد طلعوا الخبره. ونالي دار الخبره شكايه وحده، اه، ولكن راه من وراها كمل هو وطلبوا ليه هو بوحدو، باش دار هو وياه داروا لاديين، يعني ما انا ما كايناش معاهم. باغي ياخذ الخبره يديها معاه يوضح شنو كاين. حيتاش انا ما باغاش، يعني ما حيتاش انا ما باغاش، يعني ما كاينش شي حاجه زعما بزز عليا شي حد، انا ما باغاش، يعني ماشي على شي حاجه. لا ما جبتش عليا داكشي، انا جبت شي ويلي جماعه ما جبتو، لا ما باغا والو انايا، ما بقيتش باغا حتى حاجه. الشعور ديالي كانسان راه حتى هو راه انسان، حتى هو راه بحال داكشي اللي نحس به انا راه يحس به هو، يعني راه واخا هكاك راه حنا بجوج راه حنا واحد. اه وداكشي تيبقى بينا وبين راسها، ما نقدر ما نبقاش قادر نقدر نضر حتى شي واحد فيهم، وما نقدر نضر على حتى شي واحد خايب. حنا دابا قدام المحكمه وقدام القانون، وهذه اللي تقدر تحكم بالحق. هي غتكون عارفه الحقيقه، هي راه غتكون عارفه الحقيقه، ولكن انا ما نقدرش نقول شي حاجه، نقول ليها بزز قولي، هي لا بغات تقول راه غتقول، ما بغاتش تقول راه ما بقاتش تحضر. ما عارفاش انا راه من شحال هادي ما بقيتش تواصلت معاها، ما هضرت معاها ما حتى حاجه. عارف هاد المشاكل، بسبب هاد المشاكل وصافي، ما كاين شي حاجه، يعني اللي انا عارفه راسي ميقضه براسي، انا راه ما مادي حتى شي واحد، حيتاش لا ادي امي وخويا، راني ادي راسي انا ما مادي حتى شي واحد فيهم. واخا كيف ما بغات تكون راه كتبقى الام ديالي، هي كيف ما بغات تطلع النتيجه انا المهم راه كتبقى الام ديالي، هذا ما كان. ولو كون انا باقاني حتى انا في المحكمه وكنتسنى حتى انا هذا الشيء، راه هذا الشيء اللي غادي نقول، راه كيف ما كان الحال راه كتبقى الام ديالي. نتمنى لهم طولة العمر ويسهل عليهم ويبعد عليهم ولاد الحرام، ويا ربي يخليهم ليا.